للعام الثاني على التوالي تحل ألمانيا ضيف الشرف على معرض أبوظبي الدولي للكتاب عبر برنامج حافل بالفعاليات والأحداث الثقافية، وتشارك برلين ب34 ناشراً وثلة من مثقفيها ومبدعيها، وتعتبر هذه الخطوة جسراً بين الثقافتين العربية والألمانية. تنضم إلينا هنا في الأستوديو نائبة مديرة معرض فرانكفورت الدولي للكتاب كلوديا كايزر. مرحبا بك سيدة كلوديا. شكرا جزيلا على استضافتي والسماح لي بتشارك هذه المعلومات معك. للمرة الثانية على التوالي ألمانيا ضيفة شرف معرض أبوظبي للكتاب، ماذا يعني ذلك؟ نعم، العام الماضي كنا ضيف شرف المعرض، لكننا كنا حينها ما نزال منشغلين مع كورونا ولم يكن الكثير من الناس يسافرون، كان الوضع صعبا جدا. لذلك قررنا بالتنسيق مع منظمي معرض أبوظبي الدولي للكتاب يكون لنا هذا الحضور المادي الحقيقي في عام 2022، فضلا عن حضور رقمي خفيف لكنه مهم في 2021. هذه السنة لنا جناح جميل جدا وكبير يعرض العديد من الأنشطة المهمة المصممة لجميع الفئات، ويرافقنا وفد يشمل 80 شخصاً، منهم الناشرون والمفكرون والرسامون والمؤلفون وغيرهم. معنا أيضاً نحو 30 ناشراً، ونقدم للزوار أكثر من 40 نشاطاً، كما أن جناحنا يعرض نحو 400 عنوان لكتب متنوعة. 34 ناشراً ألمانياً يشاركون في أبوظبي، ماذا يقدمون للقراء؟ يحصل القراء على شيئين، فهم يستفيدون من برنامج تواصل الناشرين الألمان مع الناشرين من العالم العربي، وذلك نظراً لأن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يشارك فيه الكثير من الناشرين العرب، مما يسهل علينا الوصول إليهم وكذلك مساعدتهم، وهكذا يبيعون حقوق التأليف وتعقد الاتفاقات على ترجمة كتب من الألمانية إلى العربية، ونأمل أن تتم في المستقبل ترجمة أعمال من العربية إلى الألمانية. وهكذا يمكن للقراء الاستفادة من برنامجنا المتنوع الذي يخاطب الأطفال والفتيان عبر ورشات ممتعة وقراءات وجلسات نقاشية. كما لدينا الواقع الافتراضي الذي نستخدمه لعرض أعمال مثل مسرحية فاوست التي كتبها جوتا، ونعرضها بتقنية الواقع الافتراضي. كما لدينا مجلة كيكا الرياضية التي تعد كرة القدم من بين المواضيع التي تتناولها. هل تعلم أن من سيزورنا غدا هي أيقونة كرة القدم الألمانية واسمها مونيكا ستاب؟ لقد كانت أول لاعبة وأول حائزة على جائزة كرة قدم، وهي حالياً مدربة الفريق الوطني النسوي لكرة القدم في المملكة العربية السعودية. كما نعلم ألمانيا تحتضن معرض الكتاب الأهم في العالم، وهو معرض فرانكفورت الدولي، والذي يمتد عمره لخمسة قرون. من خبرتكم كيف تجدون تطور معرض أبوظبي الدولي للكتاب؟ عند مقارنة معرض فرانكفورت الدولي للكتاب مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب، نجدهما معرضين مختلفين تماماً. فمعرض فرانكفورت ظل في القرون الماضية وخلال الستين والسبعين سنة الفائتة معرضاً مهنياً، حيث يخصص الأيام الثلاثة الأولى للمهنيين حصراً، وخلال هذه الفترة يزوره الكثير من المهنيين فقط بغية التعامل مع بعضهم البعض ولإيجاد شركاء
في التوزيع والبيع والشراء، ويفتح أبوابه لعامة الناس فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع. إذن يمكنني القول إنهما نظامان مختلفان، هذا علاوة على كون التاريخ الطويل لمعرض فرانكفورت ساعده على تحقيق نمو عضوي، بينما نجد معرض أبو ظبي ما يزال في دورته 31. هذا دون أن ننسى أن أشياء عديدة يتم النظر إليها في أوروبا بشكل مختلف عن كيفية النظر إليها هنا. أين يتجلى التبادل المعرفي بين أبو ظبي وألمانيا في معرض الكتاب هذا؟ ارتبطنا دائما بعلاقة تبادل جيدة جدا، وأعتقد أنه منذ عام 2008 حرصت ألمانيا على الحضور سنويا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بجناحها الألماني الخاص. أرى أننا قد نكون الدولة الوحيدة التي واصلت حضورها المستمر في المعرض طوال هذه المدة، وكنا خلالها دائمي التشجيع والدعم بأشكال شتى. فلدينا هنا معهد غوتا، كما يربطنا برنامج تبادل جيد على الصعيد الأكاديمي، ناهيك عن الأشكال الكثيرة الأخرى للتبادل. برأيك كيف أسهمت ألمانيا في تجربة المعرفة الإنسانية؟ هناك مجالات عديدة تركت فيها ألمانيا بصمتها، ففي الكتابة والتأليف على سبيل المثال لدينا يوهان غوتا، وفي الموسيقى لدينا بيتهوفن وباخ. سيدة كلاوديا كايزر، نائبة مدير معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، شكراً جزيلاً لك.